طفره كبيره في القوات المسلحه، كافه الافرع الرئيسيه وكافه اسلحه القوات المسلحه بالكامل. اه نحن كان سياده الرئيس من فتره كده في احدى القواعد الجويه، وحضراتكم كنتوا عرضتوا هذا الامر لما كان عندنا التسليح الامريكي والتسليح الروسي في نفس التوقيت، يعني عندنا الاثنين. الحمد لله يا فندم احنا في تنويع هائل للتسليح، ما تكسرش طبعا الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، لا وطبعا دول اخرى كتير، فرنسا والمانيا ودول اخرى متعدده، وده طبقا لمتطلبات القوات المسلحه ومتطلبات الامن القومي المصري لمجابهه التهديدات المختلفه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه. استاذ العقيد تامر، ردود الافعال الوفود الرسميه اللي جت حضرت هذا المعرض، ايه ردود افعالهم اللي تابعتوها خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا؟ الحمد لله طبعا كان في اشاده هائله من كافه الوفود، اولا بالتنظيم اللي كان موجود في المعرض، كم الشركات الهائل اللي حضر الى مصر من كافه دول العالم، انا قلت لحضرتك 376 شركه، بالاضافه طبعا كان في اشاده بالجناح المصري والاسلحه اللي معروضه من وزاره الانتاج الحربي والهيئه العربيه للتصنيع، القوات المسلحه المصريه والشركات التابعه للقوات المسلحه المصريه. استراتيجيا او اقليميا او دوليا، اقامه هذا المعرض في هذا التوقيت على أرض مصر بهذه القوة في أول دورة لي وبهذه المشاركة الكبيرة، وزراء دفاع 10 دول في المقدمة وزير الدفاع الفرنسية وغيرها، ثم أيضا مشاركة الكبيرة من كبريات شركات العالمية، إيه أهمية هذا الأمر بالنسبة الإقليم أو الإقليم وكمان بالنسبة للعالم؟ طبعا ده بيبين دور الدولة المصرية الريادي في المنطقة وثقة المجتمع الدولي والشركات العالمية في الدولة المصرية، ده رقم واحد. والمعرض برضو ده بيعتبر ملتقى للوفود العسكرية على أرض مصر لعرض صفقات والاطلاع على كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية ومناقشة طبعا الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات. احنا من ناحية تانية بنروج للأسلحة والمنتجات العسكرية المصرية الدفاعية الدول العالمية بالكامل، بنستفيد من خبرات من الشركات المختلفة من الجهات المصنعية في العالم بالكامل، ضباطنا بيطلعوا والباحثين المصريين بالقوات المسلحة على كل ما هو جديد في مجال التسليح المعروض في المعرض. يعني احنا الشركات موجودة على أرض مصر، أيوة، من كافة مختلف دول العالم، كبرى الشركات العالمية، نعم، ضباط القوات المسلحة والباحثين في القوات المسلحة بيطلعوا على أحدث التقنيات العالمية من خصائص ومواصفات وطرق استخدام حديثة. والحمد لله احنا بدينا المعرض، الحمد لله المعرض ابتدى بقوة. ايوه المعرض زي ما بقول لحضرتك المعرض ابتدى بقوة. أيوة. ومستوى تنظيم المعرض يرتقي طبعا الحمد لله لمستويات المعارض الدولية بذات الشأن. يعني بعد ما خلص المعرض النهاردة نبدأ بعد كده نفكر في 2020، بعد سنتين من دلوقتي المعرض الثاني، مش كده؟ اه طبعا طبعا ان شاء الله المعرض الثاني. والنهارده طبعا السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه كان تفقد كافه الاجنحه والشركات اللي عارضه في المعرض يمكن بالكامل، جميع الشركات السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه مر عليهم، وكان في اشاده الحمد لله من جميع الشركات اللي عارضه في المعرض، وكانت بتطلب ان هي تبقى موجوده ان شاء الله خلال المعرض القادم بالاضافه لشركات اخرى باذن الله. يعني هم بيتفقوا من دلوقتي ان احنا عايزين نيجي كمان؟ طبعا، وكانوا اشادوا بالتنظيم وبالحضور للمعرض وفعاليات المعرض خلال الثلاث ايام الحمد لله. طيب خليني انا، يمكن الجزء التنظيم حضرتك بتشيد بيه واحنا من اول يوم بنتكلم عنه، انه مره ثانيه مساله الترتيب لهذا المعرض ليقام في هذا المكان بهذه الدقه وبالمتابعه وايضا بهذا النجاح الكبير، اشتغلنا له ازاي على مدى سنه كامله؟ احنا طبعا زي ما حضرتك عارف ان تكليف السيد الرئيس كان ديسمبر 2017، فاحنا خلال سنه الكامله بنعد المعرض. كان في لجان مشتركه من القوات المسلحه ومن وزاره الانتاج الحربي، وتعاقدنا مع شركه من اكبر الشركات المعنيه باقامه المعارض في العالم كلاريون، وطبيعي ان احنا بنبدا بيبعتوا الشركات في وقت بدري علشان الشركات تظبط توقيتاتها ان هي تقدر تيجي تحضر المعرض، بالاضافه طبعا للمساحه اللي اتعمل فيها المعرض. احنا بنتكلم في حوالي 19200 متر مربع موجود في اقامه المعرض، تجهيز الصالات، الاجراءات التنظيميه، مفيش حاجه ما تمش بحثها ودراستها
علشان يطلع المعرض بمنظر الحمد لله اللي الناس شافته وزارته خلال الايام اللي نقدر نقول انه احنا ادينا رساله لمدى الامن في مصر وثقه كل المؤسسات الدوليه او المنظمات او الدول المشاركه في هذا المعرض. طبعا الحمد لله، ودي طبعا الاشاده دي جت من الوفود اللي زارت والمعرض والوفود العسكريه واللقاءات الثنائيه اللي تمت ما بين الساده وزراء الدفاع والساده رؤساء الاركان ورؤساء الوفود العسكريه مع السيد وزير الدفاع وعلى القوات المسلحه والسيد رئيس الاركان. كان في اشاده طبعا بالتنظيم وبحجم الشركات، واشاده اخرى طبعا من الشركات اللي موجوده في المعرض ان هي طبعا الشركات دي بتعرض منتجاتها في معارض كبرى مختلفه خلال العام، يعني كبرى الدول العالميه، فطبعا اشادت بالتنظيم المصري بالاخص ان ده اول معرض بيقام على ارض مصر الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا سياده العقيد اركان حرب تامر الرفاع المتحدث العسكري للقوات المسلحه، واكيد النهارده بنتكلم عن هذا المعرض وعايز